طيب وحضرتك يعني بتعاقبيني وبتضربيني على ايدي كده 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 عشان زي مدام الله يرحمها ماما كريمة الله يرحمها كان يا في رب، علاقة كده خاصة بينكم، يعني علاقة مودة علاقة ومحبة شديدة شديدة. هي أمي التي لم تنجبني، وهي أم ميريت أيضا التي لم تنجبها، وكل الفضل وألف مليون رحمة تنزل عليها، رحمات ربنا يا رب، ويدخلها فسيح جناته، ويا رب يا رب يلحقنا بها إن شاء الله على خير. إيه اللي لقيتيه في كريمة مختار؟ اللي ما لقيتوش، الحنان كله، العطاء كله، الوفاء كله، الصداقة بمعنى كلمة صداقة. أنا عايزة أقول لك إنه هي يطلق عليها الأم المثالية، أم المصريين. هي اتفرج عليها حتى يعني أنا اشتغلت الحمد لله معاها كتير، بس في الشغل حاجة وهي كإنسانة حاجة تاني خالص، وإطلاقا لا تبخل عليك بالنصيحة، ونصيحة من قلبها، وإذا كانت شكة إن نصيحتها ممكن تبقى عكس رغبتك تكتم النصيحة لغاية لما أنت تطلبها. لها موقف في فرح ميريت ممكن تحكيه لنا؟ ليها مواقف كتير، بس في فرح ميريت طلبتني قبل الفرح وقلت لها اوعي تقولي لي مش جاي، اوعي. قالت لا انا جايه، بس انا بستاذنك ممكن اجيب شريف. قلت لها شريف؟ شريف مين؟ قالت لي شريف الدمرداش. قلت لها بتستاذنيني انك تجيبي اخويا؟ في ايه؟ انت جرأي، جيبي اللي انت عايزاه. فانا عايزه اقول لك انه لن انسى لها هذا الموقف ما حييت، وربنا يصبرنا على بعد. ربنا يرحمها. الله يرحمها.